أرحب بكم مشاهدينا الكرام في برنامج العراق هذا المساء. تكاد انتخابات مجالس المحافظات تبدو أبعد من عنوانها الأصلي، لتصبح تمرينا سياسيا على قضايا عدة يواجهها العراق، وتكاد تصبح امتحانا لقدرة قوى سياسية عديدة في توضيح برامجها ونيل ثقة المواطن. أي هدف يسعى إليه المتنافسون؟ ولماذا تبدو الانتخابات مفصلية ومهمة بحيث أكبر قادة البلاد يشتركون فيها بقوة ويقودون ائتلافهم بشكل مباشر؟ عن انتخابات مجالس المحافظات التي تشهد يوميا استعدادات مكثفة، يسرني اليوم أن يكون معي في استوديو العراق هذا المساء رئيس كتلة الوفاء الوطني النائب شروان الوائلي. أرحب بك سيادة النائب في برنامج العراق هذا المساء. مرحبا أخت سحر، أحييك وأحيي مشاهدي قناة التغيير العزيز. الله محييك سيادة النائب. يعني اليوم هناك تنافس قوي بل وشرس على نيل ثقة المواطن عبر انتخابات مجالس المحافظات، يعني لماذا برأيك هذه الاهتمامات؟ يعني ما الذي سوف تشكله الانتخابات المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد اليوم السلطة حسب النظام السياسي الجديد والصلاحيات هي تتجزأ بين الحكومات المحلية اللي هي المحافظات والحكومة الاتحادية، وبالتالي أي وجود سياسي يفترض له هنالك وجود في المحافظات وانطلاقه من المحافظات باتجاه المركز. الدستور اليوم رسم حقيقة أكثر من 50% من الصلاحيات اللي هي الصلاحيات تسمى بالصلاحيات المحافظات، وهنالك صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية وهنالك صلاحيات مشتركة. أكثر من 50% من هذه الصلاحيات رسمها الدستور وكذلك قانون المحافظات هي للمحافظات. اليوم بإمكان المحافظات إذا كانت هنالك مجالس قوية ومجالس منتخبة بشكل سليم وبإرادة ناخبين حقيقية كان توفر كثير للمواطن في جانب الخدمات وفي جانب الأمن الداخلي وفي جانب التنمية وتشغيل البطالة والاستثمار، ولكن بالتأكيد يعني المجالس كانت ليس بمستوى الطموح. فالسبب الرئيسي أنه إحنا الآن في ظل نظام لا مركزي، إذا استثنينا النظام، إذا استثنينا إقليم كردستان، هو في الدستور نظام فيدرالي ولكن واقع الحال هو نظام لا مركزي بخصوص المحافظات ال 15، ومن الضروري جدا ان تكون هنالك مجالس محليه ملتزمه بصلاحيات حسب ما رسمها الدستور والقانون النافذ قانون المحافظات، وهذا يؤسس الى ان تكون المحافظات يعني تسحب البساط من كثير من الامور في وضع الحكومه الاتحاديه في الامور القطاعيه المهمه اللي تخص المواطن العراقي. وبالتالي الضرورة اليوم لانتخاب مجالس بمناهج جديدة وبوجوه جديدة غير يعني يشكل عليها في كثير من الأمور، من الضروري جدا أن يجد الشارع العراقي اليوم مجالس منتخبة حقيقية تمثل تمثيل حقيقي حتى تقوم بهذه المهمة. يعني استطاع القول انتم احد مهندسي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحاليه، يعني باعتقادك يعني هذه الصيغه الحاليه التي انتم يعني تطمحون الى تحقيقها الان، يعني لماذا لم تحقق في السابق؟ وهل يعني ماذا تتوقعون؟ هل ستحقق في السنين المقبله من الانتخابات؟ طبعا هو القانون السابق، قانون سواء قانون المحافظات او مجلس النواب، هو قانون حقيقه لا يتطابق مع الدستور، والدليل نقضه من قبل المحكمه الاتحاديه. نعم. لانه كانت تستاثر باحزاب هي نفذت في السلطه ولها وجود ولها ادوات في السلطه ولها امكانيات، اصبحت وامكانيات كبيره، وبالتالي القانون الجديد لمجالس المحافظات تم تسويته او مقاسه على هذه الاحزاب. نعم. فكنا مع الاحزاب الصغيره والشخصيات المستقله والمجتمع المدني، وكان للمرجعيه حقيقه الدور الرائد في هذا بانه قالت لا يجوز كف او مسح اراده الناخبين وقطع الطريق عن وصول الكفاءات والناس المستقله والشخصيات المستقله في البلد بهذه الطريقه. فطعنا بهذا القانون بعد طبعا حمله وبعد اصرار من الاخوان الموجودين في البرلمان الاحزاب الرئيسيه، ولكن تم يعني قبول الطعن من المحكمه الاتحاديه وصوتنا مره ثانيه على القانون الحالي. ست سحر، القانون الحالي سيغير الخارطه السياسيه لوحده، يعني بس عامل القانون
وهذا يخلي المواطن يفهمها زين. نعم. سيغير الخريطة السياسية القادمة من 30 إلى 40% للقانون وحده. احنا طبقنا هذا القانون كنموذج سامبل أخذنا، طبقنا القانون على نتائج محافظة ذي قار. نعم. في الدورة السابقة لمجالس المحافظات نفسها، ذي قار تستحق حسب القانون 31 أو تعليمات المفوضية 31 مقعد. جبنا القانون طبقناه على نفس نتائج الانتخابات، طلع 14 مقعد من مجموع 31 من الأحزاب الرئيسية الفائزة. هي فازت 3 أحزاب رئيسية في المحافظة. نعم. أخذت كل المقاعد. من طبقنا هذا القانون طلعنا 14 مقعد من 31، يعني 45% راح من هذه الأحزاب بموجب القانون فقط من. نعم. هذه المقاعد. ناهيك طبعا عن الأداء المعروف اليوم، أداء اليوم أداء المحافظات فتشكل حقيقة أبدا تحت مستوى الطموح، ولا المواطن نسمع شكاوى يوميا، ومن يجول في المحافظات الآن في محافظاتنا حقيقة لا يجد أي يعني أي نهضة على ضوء هذه الموارد والإمكانيات والصلاحيات والأموال، وكان تدني واضح حتى في الأداء عن المجالس السابقة. بصراحة هذه الدورة الفاتت كانت أسوأ من يعني أداء من الدورة حتى القبل، وأنا أرى يعني هذا القانون سيغير أو هذه الانتخابات بشكل عام، لأن الانتخابات هي تعديل قانون، وهي أداء وعدم أداء، وهي سلوك نيابي أو سلوك ممثلين، وبشكل عام أيضا صوت الشعب وهو الحاسم في هذا الأمر سيغير هذه الخارطة السياسية بشكل وبشكل. طيب سيادتنا، أنتم يعني في مناطق الجنوب، نتحدث الآن عن كتلة الوفاء الوطني، يعني كيف ستخاطبون المواطن؟ يعني بماذا تتعهدون إليه، وخاصة أن هناك يعني من وعد المواطن في الكثير من المميزات والكثير من الخصوصيات، لكن المواطن لم يلمس على أرض الواقع شيء. العهود والوعود، الوعود كثيرة والعهود كثيرة، ولكن الالتزامات تكاد تكون منعدمة أو قليلة جدا. نحن يوميا نرى خطابات عملاقة وطموحات تفوق في الخيال في كل دورة من الانتخابات نرى هذه كل المفاصل. ولهذا احنا كتلتنا ارتبط اسمها بهذا الاسم، احنا طيب. ابناء بالاخص في ذي قار، نحن ابناء ذي قار. والناس ضمائرها حية يعني، لانه والدليل الان في حملتنا الانتخابية يرحب فينا في كل مكان نحن نحل فيه احنا او مرشحين، هذا هذا دليل على انه كتبنا كتلة الوفاء الوطني، لأنه نجد الوفاء شبه معدوم الآن ضمن الأطروحة السياسية، وخلينا الشعار جديرون أيضا بالوفاء، وهذا مهم لأنه احنا نجد فعلا وجربنا ونحن جديرون بالوفاء. نحن الآن مثلا في محافظة ذي قار، أنا والأخ النائب عبد الخضر اللي هو الأمين العام لهذه الكتلة، نحن مكاتب مفتوحة على مدار الساعة في محافظة ذي قار، موجودين مندوبين، أنا عندي مندوبين في كل الأقضية والنواحي يتواصل مع الناس من زمان في خدماتهم، بيوتاتنا أيضا مفتوحة وهي مفتوحة للناصرية أيضا نفرغيها. فنعم إحنا ليس بالضرورة أن نسد كل الحاجات، وهي حاجات كثيرة اليوم، كل مواطن عراقي عنده عشرات الحاجات بالإضافة إلى المطالب العامة للمدينة والمطالب الاتحادية، ولكن المهم أنه تسمع الناس. اليوم الناس تريد واحد يسمعها، تليفوناته، إيميلاته، مكاتبه. لكن إذا ما كان أكو تطبيق أو للاستماع لا هو كيف؟ ها مو التطبيق، التطبيق ينعكس بناء على إمكانيات الذات، إمكانيات الشخص أو إمكانيات طيب. الكتلة والحزب. اليوم أنت موجود نائب وبشخصية مستقلة اللي تقدر عليه تسوي بإمكانياتك وإمكانيات وضعك، ما أنت يعتب عليك إذا كان عندك كتلة وكان عندك رقم، لأنه اليوم السياسة هي مع المؤسف السياسة لا تعمل بالنوع وإنما تعمل بلغة الأرقام. فلان عنده رقم، فلان عنده كتلة، عنده ممثلين، عنده كتلة، وبالتالي هو القرار السياسي محكوم بالرقم اليوم، وهذه مشكلة طبعا. نعم. إحنا يعني مثل ما وعدنا في برنامجنا الانتخابي، ولعله من الكتل القليلة والكيانات اللي طبعت برنامج منظم ووزعته على المرشحين وعلى بعض الناس، إحنا ضمناه حقيقة، ضمننا أمور كثيرة، من ضمنها الأمور هي هاي التفاصيل اللي الجناب تكلم بها، أن يكون هنالك أكو أمور تفصيلية وأكو أمور رئيسية وأكو أمور استراتيجية تخص المحافظة. من الأمور التفصيلية أجي من الأخير، أنه ألزمنا هذه الكتلة الفائزة أن تفتح مكتب يعني للناس صحيح. تتجاوب مثل ما كاتبنا إحنا كنواب مفتوحة الآن نعم. على مصراعيها وتسمع، وليس فقط وجودنا المادي في المدينة، لا وجودنا أيضا في بغداد، لأنه تليفوناتك وتواصلك ومع الآخرين هذا أيضا مهم. ألزمناهم أيضا بالميدانية، لأن اليوم ميدانية المسؤول هذا مهمة جدا. اليوم المسؤول من يقعد يم الفلاحين، يم العمال، يم المهندسين، يم رجال الأعمال، يم المحامين، راح يسمع غير شكل من يجي يتخذ قرار، راح يكون قراره ناضج بالطرح. هاي واحدة.
احنا حقيقة اطروحتنا اجت بتطبيق اللامركزية. اللامركزية موجودة بالدستور وموجودة بالقانون، بس ولكنها مقوضة. مقوضة للسبب الاول ان هي الحكومات المحلية ما تطالب، لان هي مرتبطة باحزاب. نعم. والاحزاب شو تقرر ببغداد؟ يعني هؤلاء الممثلين لا يقدر ان يقول لا. وهذا ما يقدر يدافع عن المحافظة. احنا اطروحتنا ندافع عن مناطق، عن المحافظات، لانه الدستور المعيار الاصح والسليم اللي ثبت الدستور هو قال نسبة سكانية. يعني انا في محافظة ذي قار رقم 4 في النسبة السكانية في محافظات العراق ال 18، وبالتالي استحق في التعيينات، استحق في الاموال، استحق في الممثلين يمثلون المحافظة في بغداد وخارج العراق. ما يعني ماكو المحافظة حقوقها ضايعة، لأنه ينطون الحزب، وهي مثل أحزاب موجودة في المجلس، والأحزاب تنطيها إلى شخصياتها المهمة ومقراتها الحزبية واللجان الحزبية المهمة، وبالتالي المحافظة أصلاً ما تدري بهذه المواضيع. فأطروحتنا إحنا تطبيق النظام اللامركزي. مثلاً من نجي للقضاء والناحية، شنو المانع إذا القضاء يصير عنده كل دوائر الدولة الاتحادية، يصير قسم تربية، يصير قسم صحة، قسم تسجيل عقاري، قسم ملاحظية التقاعد، يصير بقسم فرع لمصرف الرافدين، يصير بدفاع مدني، يصير بدائرة جنسية، يصير بدائرة جوازات. هذا قضاء، هذا قضاء نفوسه 200,000، 250,000، البحرين نفوسه 400. يعني شنو المانع أنا أجيب مؤسسات الدولة الاتحادية أخليها بالناحية؟ زي النواحي تصل إلى 100,000 من السكان صالة ولادة ما بيها، وتبعد عن المحافظة 90 كيلو. أنا شنو قيمة صالة الولادة اليوم؟ يمكن مليار دينار عراقي، بلد يملك وبلد كثير يملك من الثروات الطبيعية. أنا قبل فترة في أحد نواحينا في الناصرية هنا ناحية الوفود، رحت زرت صالة الولادة، رحت للوزير زيارة شخصية، قلت له مع الأسف الرجل دز بعدين لجنة وبدوا هسه يطورون، بس يعني هاي مو حالات خاصة، احنا نريد حالة عامة، نريد كل ناحية وكل قضاء بيها مؤسسات الدولة الاتحادية. هذه اطروحتنا اللي جايين بيها، وسنؤكد عليها وبإصرار طبعا بموجب الدستور والقانون، ومن خلال ايضا التفاعل مع الاخرين. طبعا اكيد ليس وحدنا، بس كأطروحة محافظات راح نقوم بها ليس في ذي قار، حتى الاخرين نشجعهم انه يجب ان يصير اكتفاء ذاتي اولا بالبنى الإدارية. يعني بنية إدارية، يعني قضاء 250 ما بي مستشفى 100 سرير مثلا، عود يروح للمحافظة، والمحافظة غطاءها السرير هي 20%، لأنه مثلا الناصرية غطاءها السرير 6,000 سرير، الآن بها 1,200 سرير كلها، يعني 20%. فأنا ليش ما أخلي بالقضاء فد مستشفى 100 سرير؟ والميزانية طبعا تتحمل، اليوم المستشفى مو ذات قيمة تجاه هاي النفقات الموجودة والمخصصة. فحقيقة أول مبدأ جايين به هو تكريس النظام اللامركزية وبشدة، ومنطين لونج تيرم شورت تيرم، يعني منطين 6 أشهر الأولى أو السنة الأولى، منطين السنتين، منطين 4 سنوات. راح تضع خطة إنه شنو راح نقدر نسوي بال6 أشهر الأولى، إيش راح نقدر نسوي بالسنة الأولى، إيش راح نقدر نسوي بالسنتين الأخرى، وهذه الخطة إن شاء الله ستعتمد ونقدمها. الموضوع الثاني حقيقة هو وضعنا مبدأ الشخص المناسب في المكان. إحنا جايين يعني محاربين وبشراسة يعني للمحاصصة، تحققون نظام التكنوقراط، يعني الشخص المناسب في المكان. من نريد مدير بلدية ليس بالضرورة أنه أنا أعطيك مدير بلدية وأنت أعطيني مدير الطابو، ماكو هيك في العالم كله. وحتى هيئات الاستثمار، أنت شايفة أنه هيئة الاستثمار محاصصة، وبالتالي شوف تدني كل مفاصل الإنتاجية في المحافظة أو في الدولة عموما. إحنا نريد يا باشر حتى لو محافظ يا بفتحوا باب لكل المحافظة، مع احترامنا للأحزاب الفائزة والكتل الممثلة والشخصيات، قد يكون شخص في حزب معين ممتاز، ماكو مشكلة، ماكو حساسية، ولكن بشرط الكفاءة والمعايير اللي تضعها هذه الحكومة الممثلة واللي ريتها الشعب، وأن يعمل بإرادة الناخبين، بإرادة الناس، مو بإرادة إلا تجي الأوامر من بغداد. لا، يعمل إيش تحتاج الناس، تردون يا جماعة، يا نقابات، يا مؤسسات، يا مجتمع مدني، يا إعلاميين، يا عشائر، يا فلاحين، يا مهندسين. هاي إرادة الناس يجب أن أضمنها وأن أعمل بها، مو إلا تجيني الأوامر من بغداد وأكون ملتزم بها حرفيا كأنه أنا جندي في فصيل عسكر أو طالب في مدرسة. لا، احنا باكر نفتح باب حتى يكون ثقة ايضا بالنظام السياسي والحكومة المحلية والاتحادية، ان تشرك جميع الناس. شلون تؤمن جميع الناس؟ منا اكو 150 الف عاطل في العمل في المدينة، في المحافظة ذي قار 150 الف عاطل عمل. ومنا انت الكفاءات تقوضها، يعني انت تجيب ناس ما لها علاقة في القضية، لا رايح ولا جاء. يعني من الأمور اللي شرعناها في قانون المحافظات، قلنا نريد 7 مستشارين للمحافظة و5 معاونين. طيب شراحوا المحافظين جابوا 7 مستشارين، كل مستشار من حزب ما له علاقة بالاستشارة، وقعدوهم بغرفة واحدة وسموهم مستشاري. ولهذا المحافظ الرجل جاي سياسي، هو بعقلية سياسية جاي من حزب، إمكانياته سياسية، يعني ما عنده شيء، ومستشاري أيضا سياسيين وما عندهم شيء، وأيضا المعاونين نفس الشيء. وبالتالي تعال قل يا محافظ نفذ،
ونفذ لي بعدين احرق لي الخطوات والسنين، لان انا متاخر لفت 50 سنه عن دول الجوار، داير مداير مو عن العالم يعني، انا عن دول الجوار متاخر لي على الاقل فت 20 سنه يعني، نشوف في دبي اليوم وعمان وهاي الدول احنا متاخرين كثير. اكيد زين، فانا اريد يحرق لي الخطوات واريد يلبي حاجات الناس واريد يطوي كل هذه الرغبات وهذه الوضعيه. احنا لا نقول يابا اريد كفاءات، انا من اقوي المحافظ بطبقه مستشارين، من اقول اول شيء اريد نظام لا مركزي راح اجيب له الاموال والصلاحيات، شلون يشتغل اذا اموال والصلاحيات اذا هو رجل سياسي وهذا وضعه ومستشارين ما عنده، لا اقول اجيب له طبقه من المستشارين يا محافظ اتعاقد لي مع طبقه المستشارين من هاي الدول الداير مدايرنا. طيب. لمده 4 سنوات يعطيك مستشار الاعمار، مستشار عقود، مستشار بيئه، مستشار زراعه، مستشار طاقه، ان يجيب لي اياهم مستشارين حقيقيين، لانه يعني مستشار منا عنده خلفيه علميه واكاديميه ومنا عنده خبره بعد 10-15 سنة ومنا عنده قابلية للتفكير، يعني هو مو كل واحد أيضا من هاي المؤهلات يصير مستشار، عنده قابلية ذهنية وعنده شيء من الإبداع. إذن يعني هدفكم، هدف برنامجكم بهدف انتزاع الصلاحيات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات، هل تعتقد أنه هذا سوف يطبق على جميع محافظات العراق؟ والله أنا يعني برنامجنا احنا حتى وزعناه لبقية المحافظات ونأمل الالتزام به وطرحناه أيضا على المواقع وأنا أتمنى أنه يلتزم به، وهذا هو حقيقة هو أيضا آمال الكل. بالمناسبة احنا حتى من كنا في الحكومة الاتحادية ولو موضع نقاش كان البعض لا يوافق البعض يوافق، كنا في الحكومة أنا عندما كنت وزير نطرح هذه الرؤية، يا جماعة الرعاية الاجتماعية أنطي حصتها للمحافظة هو يعرف هذه ناس. الرؤية يعني ناجحة للكل يعني ناجحة مردود إيجابي على الجميع. بعدين, أنت خلص من الاتهامات يا حكومة اتحادية، منا اتهامات أكو إخلال وسوء إدارة وضعف، أنت ليش أنت تقول هاي بشغلة المحافظة الفلانية ويصير تنافس بعدين المحافظات لحصير تنافس، أنا من أضع كحكومة اتحادية عليه أن أضع المعايير أن أراقب أن أضع المواصفات أن أضع السياسة المالية، لأن الدستور قال عليها سياسة يعني رسم وتنفيذ السياسة، سياسة أكو سلطات حصرية وأكو سياسة عامة، أنا أضع سياسة التربية ولكن ما أخلي وزير التربية يبني لي مدارس زين وينطي المدارس صار سنتين وراحت الفلوس وعطيت وماكو مدارس، ليش؟ انطي المدارس خول المحافظة والمحافظ اذا باكر ما نفذ او مجلس المحافظة ما نفذوا باكر الاهل اهلهم قدامهم يحاسبوهم ويظاهرون عليهم وما ينتخبوهم. وبالمناسبة خل اقول المحافظات مع كل الاشكالات الموجودة عليها كانت نسب انجاز المحافظات بكل الاحوال هي يعني اكثر من نسب مثلا بالمدارس كانت افضل هواية من وزارة التربية على مدى وزارات التربية كلها من الان وحتى السابق. ووزارة شنو يعني تدرين انت وزارة التربية لحد السنة تخصيصاتها حتى الطباشير والصبورات والرحلات يوم وزارة التربية السنة بالعلاج التام يلا استطعنا مع لجنة التربية إزاحة هالصلاحيات للمحافظات، شنو الغرض يعني اللي لو يسأل واحد سائل شو له علاقة بالرحلات يعني خلي يضبط المناهج خلي يضبط الامتحانات السياسة التربوية السياسة التعليمية سياسة المناهج مهمة، أنا رايح لي للرحلات والمدارس وهكذا العمل وهكذا الصحة وهكذا توزيع الكهرباء، يعني الكهرباء تعرفين أكو توليد هو شأن اتحادي ولكن التوزيع هو شأن محافظاتي والبلديات، أنا شو العلاقة بلديات أحيل مشروع مي ومجاري والمشاريع ثلثينها متلكئة، أنت انطيها المشاريع أنت انطيها للمحافظة والمحافظة يوم عن يوم تنسق الخبرات، أنا ما أقول أقول إذا عززناها بهذه الطبقة المستشارين وقوينا المحافظ وضعنا يعني سياسة عامة ومواصفة. طيب مشروع. شنو المانع كان لدى الحكومة أنه عدم نقل الصلاحيات للحكومة الاتحادية؟ يمانع بعض الوزراء يعني لماذا؟ يمانع بعض الوزراء طبعا وهاي مشكلة ما تصير بها معايير العدالة لأن الدستور قال عن النسب السكاني من تصير يم الوزراء، يعني احنا قدرنا نطبق هذا المعيار بس تنميه الاقاليم تنميه الاقاليم عن نسبه السكان تمام طيب. ولكن الوزارات اكو وزاره بها فد مليار صارف واكو وزاره بها فد مثلا 200 او 300 او مثلا المشروع للشركه الفلانيه اللي هي جيده والشركه الفلانيه اللي هي مثلا شركه ناكله الان وغير نعم. وبالتالي بعض اخفقت الوزارات حتى في توزيع الاموال اللي طبعا قانون الموازنه حصرهم بالاضافه للدستور بالنسبه السكانيه ولكن اخفقت والاسباب الله يعلم بها يعني ليش الوزارات تريد هذه الصلاحيات بالذات الصلاحيات الماليه يعني. طيب كنتم احد يعني المحاربين بشكل كبير لموضوع الفساد في بغداد، كيف سوف تحققون النزاهه في المحافظات؟ طبعا النزاهه تبدا ابتداء من ضرب المحاصصه والبدء بالشخص المناسب في المكان. اليوم الانسان اذا يكون نجي في بغداد نريد نجيبه من غير محافظه ونريد نفحصه تكون صعوبه او نختبره او نسال عنه، بس من يكون في المحافظه معروف اليوم المحافظات هي محدده ومعروفه ابنائها وبناتها فمن اريد اجيب شخص الى المكان المعني يفترض بالاضافه الى كفاءته ان يكون نزيه يعني ماكو
إشاعة قوية أو أحكام أو أخفاقات يعني بخصوص فساد. هذا واحد. الشيء الثاني، الكتل والأحزاب مطلوبة بمراقبة ومحاسبة منتسبيها أو ممثليها. أنا سويت نموذج، أن الإخوان يعني نحن في كتلة الوفاء أنا والإخوان، وحقيقة النموذج يكاد يكون غريب وجديد من نوعه. احنا وزعنا استمارة كشف المصالح، وطلبنا في الاجتماع قبل أسبوعين مع المرشحين الكتلة 62 كل واحد يملي استمارة كشف المصالح من الآن كمرشح. هذا نموذج لعله مصالح، هذا يكتب الآن هو ايش عنده من أملاك وايش عنده من موجودات، ويوم الفوز وبعد القسم بالنسبة للفائزين إذا الله وفقهم يعني أخذوا الثقة وهذه الأمانة من أبناء محافظتهم، ستروح هذه الاستمارة، لأن عضو مجلس محافظة مشمول بكشف استمارة، تروح هذه الاستمارة إلى هيئة النزاهة مثل ما احنا سوينا سنة. نحن تتحقق من نزاهة المرشح. أنا شخصيا أول مسؤول في الدولة العراقية وأشارت بها هيئة النزاهة، انطيت استمارة، ما عندنا شيء نقول يا بذن عندنا 1 2 3 5 أو ما، فكل واحد نقول له يا بج من هسه الآن طيناه استمارته يمليش عنده، والفائزين من عندهم الاستمارة تيمنا بلا ما يقول بلا ما ناخذ رأيه، هو يفوز ويقسم هي تروح استمارته إلى هيئة النزاهة، وبعد 4 سنوات راح نسأله يا بهم ينسوي، هو طبعا لازم سنويا تعرفين، بينما البعض لهسه من أعضاء مجالس المحافظات لهسه لم يكشفوا ذممهم المالية، وهذا أيضا بتقديرات هيئة النزاهة هذا مؤسف، يعني بعد 4 سنوات عضو مجلس المحافظة لم يكشف على ذمته المالية، وبعضهم حتى أعضاء مجلس النواب والآخرين لم يكشفوا، ولكن احنا قبل من أثناء الترشيح انطينا الاستمارة وراح يمليها، والفائزين راح نقول لهم. أنا عجبني مرة رئيس المجلس الانتقالي الليبي ذاك قالوه، قال ما يحضر من سوى حكومة أو مشروع حكومة بعد سقوط نظامهم، قال ما يحضر إلى المشروع أو الحكومة الوحدة الوطنية أو شي يسموها إلا استمارة كشف مصالح ما تم كملها وجايب. هذا شيء إجراء، هذا جزء من الرقابة أو جزء من الحد من الفساد. طبعا راح يصير عملنا أيضا خلال المجلس رقابتنا وتنشيط الأجهزة والسماح لها، القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة طبعا، بس بشرط عدم تسييس الفساد. أرجع وأقول أكو مشكلة بالفساد، وهي أخطر مشكلة، هي تسييس ملف مكافحة الفساد. يعني من جهة أنت تغطي على الفاسد، أنا كسياسي عندي كتلة عندي كذا، لا أغطي عليه هذا ذا عنده ودافع عنه إلى 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 حد بعيد، ومن جهة لا أنا أيضا كسياسي أجي أشهر وسقط بالآخرين بدون أدلة. هاي صارت شنو؟ هذا يدلل ضعف السياسيين أمام المواطن. هي هاي المشكلة. فهذا سلاح ذو حدين، تسييس الفساد سلاح ذو حدين. مرة أحميه وما شاء الله عنده منظوماته مدافع له وإعلامية وسياسية واقتصادية، ومرة لا أنا أجيب واحد ما له علاقة بالفساد ولا عندي وثائق عليه ولا أكو مستندات عليه وأضع أشرح به أمام الإعلام وأمام الآخرين. وهذا مشكلة حقيقة، علينا أن نضبط هذا المعيار، يعني نحفظ كرامة يعني الناس. هذا الأسلوب بات المواطن ليس غريب عليه من قبل السياسيين، وليس غريب، ولكن هذا يعطل التنمية، لأن هناك خوف أيضا صار ويزعزع ثقة المواطن. ها بعد ما يصدق بالسياسي، وبعدين الموظف صار أيضا جر بريك بالنسبة للشغل، يعني وخاصة هذه الانتخابات المقبلة، يعني المواطن رادع من عدة يقول لك نحن انتخبنا في الدورة الأولى، لكن على مدى 4 سنوات نرى هناك المصيبة. خلافات بين السياسيين لكن ما تقدم لنا اي شيء. السحر هاي المصيبه الكبرى، لانه السياسي المواطن يعني معناه اذا هذا حكمه ما راح ينتخب راح يرجع نفس الاشخاص، لانه راح تجي الاصوات الملتزمه هي مال هذول الاشخاص. عليه ايضا المفروض من المواطن انه يذهب للانتخاب حتى لا يستغل صوته بامور اخرى. اذا يعني اللي فهمته من سيادة النائب أنه رقم كتلتكم صحيح 404، لكن أي نعم. يعني الواضح المرشحين 404 أيضا. أي سبحان الله، يعني كيف أول شيء هي إجت أول قائمة في ذي قار، والحمد لله قائمة رقم 1 بالنسبة للقوائم، بالنسبة لرقمها 404، وإجا اسمها مع عدد المرشحين في محافظة ذي قار، هي 404 وعدد المرشحين 404، وهاي لطف رب العالمين. إن شاء الله الله يوفقكم. يعني سيادة النائب، يعني كيف قرأتم مواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف بشأن الانتخابات ونقدها القوي والموجه لأداء الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية؟ حقيقة علينا أن نكبر الدور الرئيس أو الكبير في المرجعية الرشيدة عندما كانت راعية ولا تزال للمشروع الوطني العراقي، وكانت مصرة حقيقة في كتابة الدستور من قبل جمعية عراقية، وكانت أيضا مصرة بأنه يكون الدستور عراقيا
أيضا بكثير. أنا أتذكر أثناء كتابة الدستور كان يصر المرجع الأعلى السيد السيستاني رعاه الله ووفقه، قال إنه النفط والغاز لكل العراقيين. أتذكر هاي وقفنا بها أسبوع، كان يصر إنه لكل العراقيين. يعني الأخبار تجي. لكن ما تحقق هذا الشيء. إحنا هسا نحكي عن دور المرجعية، أنا ما أحكي عن دور السياسي. هذا واحد. المرجعية أيضا قالت كلمتها في كل الانتخابات عدا أيام الجمعية. طبعا أيام الجمعية المرجع خلى ممثلين خاصين لوكلاء المعتمدين الرئيسيين، كون هذا دستور، هاي وثيقة الأمة وتحفظ حقوق الناس وكرامة الناس، كان إلا ممثلين فيها. وما بعده أبدا كان تجي كل الأخبار نعرفها كل الزين من المرجعية ومن معتمدين المرجعية، ما تتدخل، بس كانت تستغل. إحنا المرجعية، إحنا أتباع المرجعية، إحنا قائمة المرجعية، إحنا دعمتنا المرجعية، أنا فلان دعمتنا المرجعية. السنة المرجعية جزاها الله ألف خير، وكما عهدناها ببياض يدها ونزاهتها، أعلنت صراحة ببيان رسمي عن طريق وكيل المرجعية في هذه الجمعة الشيخ عبد المهدي، أنه ابدا انتم انتخبوا، اول شيء دعت للانتخابات يجب انه حتى تغير انه تروح تنتخب. اثنين انه ينتخب من ينتخب، ينتخب الانسان الكفو والنزيه، وحذرت من وصول انصاف متعلمين ومزورين وفاسدين، وحذرت كثيرا حقيقه في عدد، بس هذه الخطبه لهذه الجمعه كانت، كان الخطاب واضح وسليم المرجعيه بتاكيدها على انتخاب الافضل وما تدعم اي قائمه، لأنه شيع المرجعية تدعم قائمة وتدعم، فقطعة قطعة الطريق حقيقة على الذين يخوضون دائما في هذا المضمار، أنه هي ما تدعم أي أحد، هي هي مرجعية كل العراقيين، وهي راعية لكل العراقيين، وهي لها الدور الوطني بالإضافة إلى الدور الروحي الأساسي لها المرجعية. وبالتالي المرجعية ترفعت عن تتدخل في الشأن السياسي، الشأن السياسي والسياسيين. وأنا أتذكر في الدورة السابقة ودورتنا هاي الفاتت أنه أعلن، هم كان إعلان أيضا شبه رسمي وليس رسمي واضح، أنه المرجعية ما عندها أي معتمد، أي وكيل خف يقولون من الذين تقدموا بالترشيح وأعلنت، يعني لأن البعض قال أنا معتمد ووكيل وكذا. وأنا أشوفها اليوم هي مصرة، ولكن بالتأكيد المرجعية اليوم لديها عدم رضا على الوضع العام، على التدافع السياسي وعلى الأداء السياسي وعلى موضوع الفساد اللي يتكابر ويتزايد ويتعاظم يوم بعد يوم، وماكو إلى حقيقة فرج بالنتائج ملموسة ونتائج واضحة. وبالتالي هي اليوم يعني عدها واضح وعدم رضا، يعني واضح عدم رضا، يعني هم يعولون على المرجعية. وعندما تقدم نداءها المرجعية إلى الحكومة وإلى السياسيين، نرى أن الحكومة لم يعني تأتي بأذان صاغية لما تفتي به المرجعية، يعني الأمور تأتي بما يحلو للحكومة السياسية. هو المرجعية ما تدخل في التفاصيل، الحكومة المرجعية عفوا هي كل أسبوع تأخذ موضوع الساعة، الخطبة السياسية، الخطبة العبادية والخطبة السياسية، الخطبة السياسية تأخذ بها عادة المرجعية مواضيع هي محل اهتمام، كان يكون موضوع أمني، موضوع تزوير، موضوع فساد، موضوع إرهاب، فتشخص هذه الأمور. هي ليس فقط مرات الحكومة أو حتى الحكومات المحلية أنه هي ما تقبل، هي جزء قد تكون جزء عاجزة عن حل المشكلة. نعم. مرات قد تكون عاجزة، وبالتالي السكوت في موضوع الحاجة بيان، بعض المرات عندما يكون سكوت عن الموضوع يعني معناه ماكو حل بهذا الموضوع، أو على الأقل ماكو حل قريب في هذا الاتجاه. ولكن المرجعية لن تقف ولن تدخر جهد حقيقة في سماع، طبعا المرجعية تسمع المواطن أكثر ما تسمع السياسيين، أكيد بها معتمدين وبها وكلاء، وأيضا يعني هي توصل ما توصل هموم المواطن، رغبة المواطن وهمومه. يعني إذن سيادة النائب، كيف تتأكدون من نزاهة إجراء الانتخابات؟ هذه المرة أنا أعتقد حتى من تكلموا عن التزوير، هذه المرة إحنا دخلنا في قانون الانتخابات أنه النتائج تعلن محليا، يعني وثيقة النتائج لكل مركز، خلينا نقول ناصرية مثل 460 مركز، كل مركز وثيقة النتائج أو ورقة النتائج المفروض تكون موجودة، وفيها مراقبي الكيانات وفيها مدير المركز الموقع، وايضا تلصق على باب المدرسه، والمفروض 72 ساعه. هذا النظري، بس احنا امام عملي، تعرفين اكو مناطق نائيه، تعرفين اكو مكان اكو خوف من التزوير ومن استغلال بعض الجهات، وايضا المدراء المراكز، يعني جهات المفوضيه او الجهات الامنيه او الجهات الاخرى. ولكن يعني
طبعا احنا اكيد سنراقب ككيانات بشده، خلينا ندخل بشده من خلال مراقبين، من خلال ممثلين، من خلال احنا نفسنا نراقب، ونتمنى هذه المره انه نترفع عن شيء اسمه نتمنى كشاهد على ما يجري. نعم. هل تعتقد انه الانتخابات سوف تجرى بطريقه نزيهه؟ اكو فرق بين المطلق ويعني او الحكم بالمطلق، واكو يعني والنتائج التي ترد على هذا الحكم. الحكم بالمطلق اليوم احنا كل احنا نريد انتخابات نزيهه، الكل يحكي بنزاهه الانتخابات. طيب. والكل يشكك بالتزوير، وهي مشكله طبعا، واحنا نختلف عن كبريات الدول هاي العالميه نحكي عليها خلال ساعات تعلن النتائج، والبعض الفائز يعني يهنى من قبل الاخرين، يهنى من قبل الاخرين. احنا اليوم المفوضيه وعدت واكثر من مره، انا سمعت يعني مجلس المفوضين اكثر من مره، هالمره ستكون الايادي لا تقرب الايادي اللي تريد ان تزور، هذا كلام المفوضين مجلس المفوضين، ولا نسمح وكثير من الوعود. وايضا اكو قانون يلزمنا جميعا بان هذه النتائج تكتب وتعلق على السيجة، ولكن انا ما اضمن ولا ابدا، لان هنالك نفوذ في مراكز الانتخابات، هناك نفوذ في المؤسسات الامنيه، هنالك نفوذ في كثير من الاماكن يحتمل وجود هذا التزوير. يا سيدي نقول ان شاء الله تجرى بدون تزوير. يعني سياده النائب ومشاهدينا الكرام، دعونا الان ان نتوقف الان مع هذا الفاصل، بعد ذلك نعود واياكم لتتمه الحوار. فاصل ونواصل.